محافظة أسوان بتشهد بدء التشغيل التجريبي لمركز خدمات مصر، واللي بيعتبر الأول من نوعه على مستوى الجمهورية ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي والتسهيل على المواطنين في إنجاز الخدمات. كمان محافظة أسوان بتشهد دلوقتي إنشاء مكتبة مصر العامة بتكلفة تقديرية بتوصل ل 68 مليون جنيه. معانا على تليفون اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. صباح الخير على حضرتك سيادة اللواء، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير استاذ مصطفى، طبعا تمنى اهلا بيكم. طبعا احنا بنتكلم عن يعني اهم مركز حاليا والاول دلوقتي بتعمل على مستوى الجمهوريه، مركز خدمات مصر. طب خلينا نتكلم عن فعلا المركز الاول والاهم للخدمات، الخدمات الموجوده على مستوى الجمهوريه. عايزين نعرف بقى ازاي هو الاهم، برغم ان هو يعني لسه اول مره يبقى عندنا هذا النوع من المراكز على مستوى الجمهوريه. طبعا بداية بنأكد اهتمام طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنظومة وتطبيق التحول الرقمي الشامل والمتطور داخل الدولة بالكامل، ويمكن هي دي كانت البداية، علشان كده يمكن في أكثر من وزارة شغالة، ولكن هذا المشروع بيشتغل تحت رعاية برضه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبدعم من حكومة الإمارات الشقيقة. هذا المركز على مساحة 4161 متر مربع، منها 1000 متر بس هو المنشأ عليه المبنى، والباقي ده عبارة عن يعني بالكامل كلها لاند سكيب خاص بالمركز يعني. وفي كل الخدمات اللي بتقدم في هذا المركز يعني بتخلي المواطن من بداية دخوله حتى المغادرة شيء مشرف طبعا لينا كلنا. وانا يمكن عملت على نفسي برضو التجربه ان انا اتاكد ان كافه الشبابيك الموجوده، ان كل الشبابيك عباره عن 20 شباك، هو شباك واحد بيقدم كافه الخدمات. نفذت على نفسي وطلعت فعلا خدمه من هذا المركز، لان حاليا بيشتغل دلوقتي في يعني في مرحله التجارب فقط. لسه ما دخلناش البدء. ايوه. لم يفتتح. ان شاء الله هيتم افتتاحه طبعا على اعلى مستوى، ولكن احنا بنطمن الناس كلها بالكامل في محافظه اسوان، لان احنا يمكن عندنا طبعا تحول رقمي وعندنا مراكز التكنولوجيا موجوده وكل حاجه، ولكن هذا المركز مميز بشكل كبير جدا، لان احنا انا شفت فعلا بقى الوضع، يعني حتى الناس المتخصصين اللي موجودين من كافه الجهات، سواء يعني التوثيق والشهر العقاري، سواء المرور، سواء يعني كل ما يخص وزاره الداخليه، يعني شفت الامكانيات الموجوده والمتوفره والمتاحه. حاجه عظيمه جدا. ان فعلا اي مواطن عايز يدخل ياخد خدمه بياخدها بمنتهى السلاسه، واول ما بيدخل زي اي بنك يعني بياخد طبعا رقم، وبعد كده بيتنادى على الرقم، ثم بيقعد ياخد خدمته زي ما شايف حضرتك، بياخد الخدمه بتاعته بمنتهى اليسر. وبعدين مجموعه من الشباب الاسواني، عايز اقول لحضرتك المخلص، صحيح، متدربين على اعلى مستوى، يمكن وزاره التخطيط دربتهم تدريب عظيم جدا، يعني انا شفت وسالتهم كلهم بالكامل، وشفت تاهيلهم، وشفت قد ايه الوعي بتاعهم. يمكن يعني برضه هذا الملف في مجال التحول الرقمي عموما انا مهتم بيه، لان انا يمكن احنا انهينا حتى في اسوان التحول الرقمي الكامل بالنسبه لمحافظه اسوان، سواء المبنى سواء المراكز التكنولوجيه، وبنقدم 82 خدمه حاليا في اسوان دلوقتي من خلال المراكز التكنولوجيه. طب وايه اللي يخليه الاول على مستوى محافظات الجمهوريه؟ ده السؤال يعني. يعني ليه اسوان انفردت بوجود كل هذا كل هذه الخدمات في مكان واحد؟ يعني احنا لو جينا برضو نشوف ونلاحظ ان الدوله برضو اختارت محافظه بورسعيد، يعني قالت بورسعيد هي التأمين الصحي او بالظبط كده. ايوه. فاحنا برضو عايزين نقول ان هي اتخذت كنموذج كويس وبعد يتعمم بعد كده، وانا يعني معلوماتي ان هو ان شاء الله هيتعمم على كافه المحافظات بناء على توجيهات القياده السياسيه. وعايز اقول لحضرتك ان السيد رئيس الوزراء بيتابع بنفسه كافه المشروعات اللي بتتم في محافظه اسوان، وده اللي مخلينا نمر على كل المشروعات سواء تبع لوزارات معينه بعينها او للدوله بشكل عام، يعني سواء كباري تبع وزاره النقل، سواء زي ما انت شايف برضه مراكز تكنولوجيه تبع لوزاره التخطيط والاتصالات، كل حاجه تخص الدوله احنا موجودين بنشرف على ما تم تنفيذه
زي حياه كريمه، كل المشروعات ومعدلات التنفيذ بتاعتها لازم تبقى واضحه قدام دوله رئيس الوزراء. يعني فكره الشباك الواحد سياده المحافظ، يعني دي بنتكلم فيها بقالنا كتير قوي، وبنقول ان هي دي يمكن حلنا لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبيه، والمستثمر المصري كمان والمصنع المصري من حقه ان هو يحل حاجته كلها في شباك واحد، ما يبقاش واخد يعني لفه كده كبيره على الاماكن المختلفه. هل وارد فعلا تطبيقها سريعا؟ يعني تم تدريب الموظفين على الفكره دي وتم تاهيلهم على الفكره دي؟ لان احنا متعودين روح جيب ورقه بوسطه من مش عارفه فين، وروح عند مدام مش عارفه فين في الدور الكذا. يعني احنا عارفين ان بيبقى في مشاوير كتير بتتاخد. الوضع بقى بعد ما احنا قلنا ان احنا ان شاء الله هنطبق الفكره دي، تم تاهيل الموظفين لهذا الموضوع؟ استاذه منى، اللي انا شفته فعلا واللي انا يعني يمكن حسيت قد ايه يعني فعلا 60 شاب وفتاه متدربين على اعلى مستوى، كل ما تتخيليه حضرتك من خدمه ممكن تقدم لمواطن سواء في مجال الاستثمار او غيره، ده هيتنفذ على ارض الواقع. نعم. انا بقول لحضرتك يعني في يعني يعني في هدف وفي رؤيه ان احنا فعلا يبقى في فعلا تحول رقمي كامل لفصل مقدم الخدمه عن طالب الخدمه، وده شيء مهم جدا بيبعد كل البعد عن اي مشاكل ممكن يمر بيها اي مواطن سواء مستثمر او مواطن عادي، او يعني ده شيء عظيم بيتم داخل الدوله وبيحد كتير جدا 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 من المشاكل اللي احنا بنشوفها. طيب. سواء في اي في كافه المشاكل اللي ممكن احنا بقى لنا فتره بنسمع عن الانتهاء من العمل في المركز سياده المحافظ، يمكن من اول شهر ابريل تقريبا واحنا بنسمع، لكن لغايه دلوقتي بشكل رسمي ما سمعناش عن ميعاد محدد ان المركز يشتغل فيه. لا ان شاء الله بالنسبه للمركز هو كده جاهز، واحنا حاليا دلوقتي في بعض الخدمات بتقدم في المركز، يعني زي الاحوال المدنيه، المرور، الجوازات، الادله الجنائيه، في بعض الخدمات زي الشهر العقاري، التنميه الصناعيه، خدمه المستثمرين، يعني كل ده بيتم ولكن مش بشكل كامل، فاحنا في مرحله التجريب. وانا عايز اقول لحضرتك هو المخطط يعني ان شاء الله في احتفالات اكتوبر ان شاء الله، ولكن احنا بنقول دلوقتي ان حاليا احنا في مرحله تجريب، وبعد كده بنبلغ ان المركز جاهز للافتتاح، وان شاء الله يتم افتتاحه ان شاء الله في احتفالات اكتوبر ان شاء الله. تمام يا فندم. يعني انا معلومات ان اسوان بتشهد ايضا دلوقتي انشاء مكتبه مصر العامه. خلينا ابقى صريح مع حضرتك، يعني في عزوف من الشباب المصري عن الذهاب للمكتبات، النهارده المكتبه كمان بقت ديجيتال على الانترنت، تقدر تنزل اي كتاب وتشتري اي كتاب. هتقدم جديد ازاي؟ يعني هتجذب الشباب ازاي؟ ولا احنا يعني لما بنعمل مكتبه اكيد بنراعي ظروف الوقت اللي احنا بنفتح فيه هذه المكتبه، كلامي سليم؟ طبعا، يعني يمكن كلام حضرتك بخص يعني نقول بقى المكتبه العاديه. تمام. لكن دي مش مكتبه عاديه، هي اسمها مكتبه مصر العامه. ايوه. وبتكلفه 68 مليون جنيه على 3,540 متر مربع. تمام. يعني دي مش مكتبه عاديه، ده عباره عن يعني نقول ايه؟ يعني عباره عن حاجه كده تحفه جماليه موجوده في اهم مكان في محافظه اسوان. بتروح رابطه بقى ايه؟ الكورنيش مع المزارات السياحيه، مع متحف النوبه، مع المقابر الفاطميه، مع الكاتدرائيه خاصه بالاقباط الارثوذكس، بمبنى الاذاعه والتلفزيون، قطعه مهمه جدا جدا جدا. وبتبص على كمان مين؟ بتبص على مكتبه العقاد، وحته مميزه جدا في اسوان. دي رقم واحد. رقم اثنين، المكتبه دي بتضم 20 مكتبه موزعه، يعني احنا عايزين نقول ان الفكره العامه لمكتبه مصر حاليا موجوده في 14 محافظه، احنا منهم دلوقتي في بدايه الانشاءات، احنا يمكن نفذنا حوالي اكثر من 50
في ان شاء الله. كنتم في زياره ميدانيه سياده المحافظ بالامس وشفتوا فعلا الانشاءات وصلت لدرجه يمكن 40 او 50% زي ما حضراتكم بتقول، يعني فكره ان المكتبه كمان فيها قاعات سيمينار، فيها مكتبه للطفل مختلفه، التوجيه بانشاء جراج متعدد الطوابق بحيث ان هو يستوعب العدد الكبير من السيارات وما ياثرش على حركه المرور في الكورنيش. يعني الشكل المعماري ليها كمان هيكون بيتناسب مع الشكل الحديث اللي موجود في الميدان في أسوان؟ أكيد طبعا. وعايز أؤكد لحضرتك إن إحنا بعد كمان ما سيادة الرئيس وجه بإن الهوية البصرية نؤكد عليها في كافة المحافظات، إحنا كان في محافظة أسوان اشتغلنا على الهوية البصرية، وحتى لما جينا نخطط للمكتبة ونشتغل عليها ما بعدناش عن أسوان واشتغلنا عليها بشكل كبير جدا ومميزة. يعني انت لما تشوف مكتبه مصر في اسوان تقول ان احنا في اسوان. ليه؟ لان كل الهويه البصريه اللي احنا اشتغلنا عليها واتصدى عليها من سياده الرئيس عملناها عليها. الحاجه المهمه قوي اللي انا بحب اكد عليها ان هذه المكتبات يعني بيشتغل عليها مختلف الاعمار، الكبار والصغار، وفيها كافه الاصدارات واحدث الاصدارات اللي بتتم، وفيها مسرح وسينما وفيها غرف ارشيف وغرف خدميه وكافه الانشطه اللي موجوده وفيها مسارح مفتوحه زي المسرح الروماني. احنا عرفنا ان بالامس كمان كان في تخطيط او في توجيه من حضرتك بوجود مظلات لحمايه الوفود السياحيه عشان مش متعودين على الشمس الشديده بتاعه اسوان، فاحنا عاملين واضح حسابنا حتى على التفاصيل الصغيره. انا طبعا بشكر حضرتك على اهتمامك بالمامك بكافه المعلومات. شكرا يا فندم. كويس جدا. انا عايز اقول لحضرتك طبعا احنا في اسوان دلوقتي حاليا الجو بدا يتحسن خلاص الحمد لله، احنا بنستقبل الموسم ان شاء الله سياحي هيبقى كويس مميز ان شاء الله، لكن بكلم حضرتك ان حاليا احنا بنشوف الاماكن الانتظار عموما سواء داخل مكتبه مصر لان احنا فيها مسرح مكشوف، فاحنا وجهنا ان يتعمل الشكل اللي احنا بنشوفه في مكه والمدينه، الاشكال الجميله اللي ممكن تلاقي ان احنا بنفرد يعني بشكل او باخر بنغطي بساحات كبيره وبنلمها في اي توقيت، ده رقم واحد. رقم اثنين السوق السياحي والاماكن دي كلها متغطيه برضو بشكل مميز جدا، احنا اي مكان انتظار موجود في اسوان عشان برضو درجات الحراره مؤكدين فعلا على ان احنا يتعمل مظلات بشكل يتناسب مع الهويه البصريه ويتناسب مع الشكل الجمالي ويحافظ على السياحه داخل محافظه اسوان. صحيح. وانا بس لحضرتك ان مكتبه مصر العامه دي ان شاء الله هتصبح ان شاء الله مناره ثقافيه فنيه وعلميه، لان الامكانيات اللي فيها يعني اربع ادوار كامله، فيها قاعات اجتماعات كبرى فيها، وبعدين قاعات الاجتماعات تنفع لكافه الاغراض. يعني مش هتبقى معموله لغرض واحد، لا ممكن نعمل اكثر من اجتماع متنوع، وفي حاجات خاصه يعني في بعض القاعات مجهزه للعرض فيها برزنتيشن نقدر نعرض فيه موضوعات وشاشات، وممكن نقول ان احنا نعمل فيها كمان مجموعه برضه ورش عمل لان في قاعات صغيره وقاعات كبيره. صحيح. معموله بشكل فعلا متطور جدا، وانا بقول ننتظر ان هي يعني اضافه للمساحات الخضراء المفتوحه المجهزه كمان لممارسه انشطه مختلفه سياده اللواء. بالظبط كده يا فندم، وان شاء الله هتبقى المكتبه ديت من الاماكن المهمه جدا داخل محافظه اسوان في الفتره القادمه. بننتظر ان هي يا فندم يعني ايه تكون ملتقى لكل الشباب في اسوان، ويبقى فيها عدد كبير من الانشطه الثقافيه والمجتمعيه والمسرحيه. شكرا لحضرتك يا فندم اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان، شكرا جزيلا لحضرتك.